ايه ايه يعني؟ يفلت منكو في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش وتطلع تحود؟ الله، ده انا بعلي فيكو سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشوكوا في الارض وقفى كل واحد فيكو يعمر فرن عيش بحاله. اه يا معلم، هو اللي اخرس ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيت ثابته وعين صار؟ طلعت مره بيت طريه وعين زيغه. اتفوخس عليك راجل. هو العيل من دول لما صاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانيه واحده يا حاج. سيبني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدام، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. اه خليك انت بعيد، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. لا بتتلهوا بتتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا، ساكن على شجرة في عز الدهر، ما عرفتوش تصطادوه. دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش وكان جوعه، ده سمك ونطف في الميه وقفشته ما بقتش سهل. الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج هي عشان خيبك بره، لو نسيبوه يا ابني يا ابني يا بالمعروف، قلت لك 100 مره خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفي رقبه العم كله وانا المعلم كلمتي على رقبه الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو بقطع فيها كده، وحياه امه يكون مصفي دمه نقطه نقطه ودم خلبه سله عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين اللي عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا ورايا اخويا لا يبكاني وباصي الدنيا ورايا بسرعه. اجري دي خلف عار. عرفت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش يا معلم، انا مش عفريت، انا مطره. مطره؟ وايه اللي معاك في الضلمه كده يا مطره؟ مستنياك يا معلم. وجوزك لسه بره؟ لا، طارو هو اللي لسه بره وما رجعش لغايه دلوقتي يا معلم. انا بكلمك على جوزك براء. وانا بكلمك عن جوزي غريب. بقول لك ايه يا مطره، اليوم كان طويل وكله بلاوي ودماغي فيه اللي مكفيه، يعني مش ناقص ذنب. هو مش النهارده برضو كان يوم خروج اللي قتل غريب؟ صح كده ولا انا غلطانه؟ انا عملت اللي عليا، هو اللي لسه ليه عمر. عملت ايه يا معلم؟ بعت له عيل خيبان يطخوا عيال في الزحمه ويا ريته نفع، وجاي اخر الليل تنام ولا كان ابنك راح منك. كنت عاوز اعمل ايه يا اختي؟ ابعت له ابني التاني واقلبها مجزره عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه قبليه. انت بتقولي ايه يا مطره؟ اسمع يا معلم،
أنا دخلت بيتكو بالمعروف وهخرج منه برضو بالتراضي والمعروف، وكده أحسن للكل. الظاهر إن طيبتي وحنية قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسانك يهرفض بكلام زي ده. يا معلم، أنا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين. لا هو قادر ينسى إن أنا مرات أخوه، ولا أنا قادر أحب فيه اللي حبيته في أخوه. إزاي بس هنعيش مع بعض؟ زي كل الناس يا أختي ما عايشة. لا أنت ولا هو أول ناس يعملوا كده. وده آخر كلام عني. يعني مش عاوز أسمع كلمة زيادة. فاهمة يا مطرة؟ فاهمة؟ اسمع على خير يا مرات ابني. وازاي تسيبه يروح لوحده؟ هو اللي حصل يا كبير. ولا انا مش قايلك كتفك بكتفه تقوم تسيبه يروح في ليله زي دي وهو ناوي على ليله زي اللي قالها؟ حاولت يا كبير، هب في وشه وهزقني قصاد الرجاله، وانت عارف معانيك طبعه الحامي. ما يهزقك ولا يمرمط بكرامه اهلك الارض حتى. هيجرى لك ايه يا اخويا؟ هتقرص رجله ولا هيتشللك دراع؟ تب وتغطس وتشوف راح فين؟ ما انت يا كبير عارف المعلم براءة، ده زي الزبق. تليفونه مقفول كمان. ولا تقب وتغطس وتجيبولي ان شاء الله من تحت سبع ارض. فاهم؟ انا هستناكوا في الاستراحة، ما تتأخرش عليا. غور من وشي، غور. حصل يا كبير. كمان ناقص ذروات عيالي. سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. لا إله إلا الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادخل يا أبو سنة. أنت لسه صاحي يا حاجة؟ اقفل الباب وراك وتعال. غريبة، أول مرة يعني تعدي معاد نومك. مستنية أصلي العشاء، ما جاليش نوم. مش بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ يجيلي نوم إزاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني؟ ومين قالك إن إحنا هنعديها يا حاج؟ أيوه، والرد لازم يكون فوري، وأي قسط هيشجع الكلاب دول يعوا وينهشوا في لحم سيادهم. خميس لسه خارج من السجن يا حاجة، مش عايز اورطه في مشاكل وحواديت. سيبه خميس على جنب، خليه يشم نفسه شويه.